دقيقه احنا بلشنا في الافه هذه. انت هو شيء هذه ايش جابني رتبوها؟ ما حد يبلش يا ليش تبلش عطني؟ لا خلا 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 هذه دقيقه بزبطها انا بزبطها انت خليك على خلطتك هذه حقي انا بزين هذا انت زين هذا زين حتى كل واحد له صنف له شنو لا 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 كل واحد شغله بس المهام متفقوا وش قسمه فهمت انا بجي اتفرج عليكم ابلش عطى الخبز خبازه يا بر دقيقه يا مسلم انا والله اني مرتب اول زي ما انت اللي لخبطتنا يا لجودي دقيقة عشان اجي بينكم انا والله ما اقول شيء بما اني خبرة وشيف سابق يا سلام زين انا قمت ابلع ريقي و واضحة ولا ما واضحة انتم عيال بين وهذا كذا عشان جد تدخل شوف واضحة حطينا الحلا وما يزينون واضح الصحن دايري الصحن واضح قلت كذي قلت كذي قلت كذي لا لا كذا واضح 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 نعم والله لو مشت حلوة مشكلتي لازم اقرا تعال اقرا تعال الجواد هذا يلا يلا تطيح عليه لا تقدرني قد دمك اقطع بس عشان ما يطيح شعر سقط عندي موزه طيب هذا عادي حتى بس يعني انا الحلقه بحطهم وهم متفقين ها بجيكم حلا ولا ما مزي حلا انتم متفقوا عشان يا اخي اول مره اول مره عشان كذا فيه فيه التباسات فيه التباسات فيه استفهامات فيه انا علمت ايش بسوي انا جتني فكره كسر البسكوت مربعات حطهم وسلوت احترم نفسك. هذاك بحط الفرن مضحك. أول حاجة دقيقة هالحين. أنا في الصينية هذه. أصبر الحين العيال دقيقة حلاكم شو اسمه؟ حلانا؟ حلانا اسمه ما أدري راح لعبة الشيشة لا لا حلا برطم. لعبة الشيشة لا ودرين. حلا برطم ودرين. لا ما له اسم حلاكم. إلا. ها؟ حلانا نكبة. لا لا. انت من يوم اني بالمطبخ وانت مغرب خلط في يدك طاح في الخلطه هاي طيب عزوز انت ورنا كيف عزوز ورنا انا الحين انا ابتلشت في هذا الصحن دايري الصحن دايري وعيلة ترتب البسكوت فيه ما لنا له لا لا السكين دقيقه يا صينيه عيال قول لي اول شيء دقيقه برطم ما انت واضح انت واضح انا حلاي ها يلا بس عشان نشوف يا عبد البرطم كيف كيف يدك عشان والله من يوم شافني مشي كذا واحد ما تدعي انا هذا ما ادري شو اي دقيقه كذا اي عرفت عرفت وين المنكسر؟ شوف ايوه شوف بعدين نحط هذا الكبير شوف صح ممتاز شغل ممتاز خلنا نسمع الحمد لله توفيق من الله سبحانه بسكوت تغليش ولا كلمة ولا كلمة خلهم احمد ترى هذا من ضمن المقادير ليش ترى؟ حبة واحدة ما تضر لا يا اخي لا تاكلون اذيونهم عزوز يا عيب والله لف كذا الله يا عزوز الله يا عزوز الله تعال 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 الله قمت انا بطيح كيف؟ يا حد كل شيء مالك شغل ما لك شغل كومنت خل عينك على بسكوت لا عاد كل شيء خلوهم طبعا ان انا قلت في رمضان هذا انتم كلكم لازم تتعلموا الله يا عزوز الله يا عزوز لا ترى برطم للحين بطل انا ضبطت وقفت معي ما يبي ناس انت الحين هذا وش هو؟ خلاص خلاص هذا حق وش؟ خلطه سريه هذه خلطتك من السريه ايه الله يا عزوز يا جماعة الخير ولد عمي ذا كيف كيف شغل مضبوط اللي بتاخذه عز الله شيء بتفتح هذا ما لزوم من اليوم ما لزوم ما لزوم ما ينحط من اليوم هو ياكل الكاميرا ايش فيها؟ اكسر بسم الله الحين زانت الكاميرا شكلها ما نرفع انا خاف اقص انا هذه الاخيره ابو ماشي انا يعني الحين بس باقي وحده هنا طيب عزوز الحين ايش باقي لك؟ باقي طال عمرك الحين نصب الحليب عليه اوه شفتوا؟
شفتوا كيف؟ كبسه دي مو شغلك مو شغلك سليق مالك الا تاكل حلم كويس يلا بعد تتكلم عن امانه يعني تتكلمون جد وتمزحون وش والله من طبخه يا احمد والله مضبوط اطحن يستهبلون يعني الله يا جماعه الخير اللي بيتعلم اللي بيتعلم يتابع برطم نعم هذا سلطان فيه عزوز الحين ايش باقي لك؟ باقي بصب الحليب يعني خلاص استعجل عزوز ايش شايف لا لا شوفوا شوفوا مركب بسكوت زياده نطبق ثاني بعد لا 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 دور واحد ارجع شوي ارجع شوي عيال خلاص سويدا دريبري انت الحين حلا خفيفه ما نبي تقل عيال اي على كيفك على كيفك خلوه خلوه مالك ش... عيال انتم خلطه كيه لا حد يتدخل نعم خلطة. لا ما حد له دخل دريبي لا يرتب يرتب ش... هذا مساعد معك يرتب يلا يلا مو مشكله رتب يلا وهذا اللي هنا هذا كويس صح وين هذا يمين الله ورم 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 قبل لا بس خاف يتحرك شوي شوي ابو دريب ما متحرك ورم ورم شوفون شوفون لا تحرك لا تحرك شوفوا يا جماعه يلا يلا اثبت شوفوا يا جماعه الخير شوف الابداع شوفون فن فن شوفون لا يا اخي برطم هذا عجيب بسم الله ورنا لف 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 كل عشان يشوفون وانت كب الحليب يلا عشان ايش لا جاء رمضان فيه شركات اذا شافوك شيء وكذا تعاقدهم يا سلام الله يا عزوز الله 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 يا عزوز يا ناس يلوموني يلوموني يا ناس بس خلاص يا عبد المجيد مو بشغلك اطلع برا الموضوع انت يا اخي يا عبد المجيد خلهم على كيفهم طيب نبي الخلط هذا بسكوت خلاط اعطونا خلاط باقي زبادي خلاط زبادي ليه يا ولد منال ما في هذا قسطه قسطه اي طيب لحظه الخلاط طيب شطني حط الحين خلطه هنا كيف تخلطها هنا حطها في هذه وقلنا خلطها هنا 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 بنخلطها يا يلا شانك شو كيف نركب هذه يا عيال؟ عطني 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 هذه عطني هذه هذه حاله طيب هذه كيف؟ اي شيله شيله هذه لازم تشان عانوا عانوا مقاديرنا اللي جايبينها لرمضان عانوا شاري مقادير لرمضان والله العظيم والله يا رجل هذا لا هذا يطلع هذا يطلع طيب شيل الفصيل وهذا ما ودي اكسر هذا اللي هو يطلع ولا ما يطلع في في الليل شيل 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 الله يا عزوز الله هم اللي بياكلوا كو كيف يطلع ذا دقيقة 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 يا ود هذه من خلاطة ليش جايب انت يا ود ايش تفك الله يفك مخك لازم فك خلاص كذا يا عزوز اي بس وين نشبك هي وين هذا تشبك لي وين تشبك في هذا القسام عندك يا ولد عطني 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 هذه الدور عادي لا ما يحتاج تطلع. الربع ما يحتاج غسيل اللي بياكلونه هم عطني عطني طيب خليني ارجع خليني ارجع مكان الطبيعي وين مكان الطبيعي كذا كذا ها الحين خلاص كذا مضبوط بس كيف نشبك ذا حطه فوق هنا وين اللي عندك ها شوف هذا كذا كذا وش اللي بيفر طيب هنا يفر هذا وين كيف يفر يفر والله يفر اه هذا يركب هنا وين يركب هذا هنا اعطني هذا وري طيب كذا ايش بك ايش بك لا وين مصروع انت ليه هذه بسرعه وين وين وحده هنا وين هي اللي تحت بسرعه عانوا على الشكل عانوا عطني عطني هذه هذه اي عطني عطني من ذا اللي دك لا ترد لا ترد ما ادري من هو شوف شوف عطني لا 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 ما ترد والله ما يبغى مكونات واحد يعلم لا ترد لا والله ما حد والله ما يعلم لا نزل جوالاتكم لا جوال ما منزل بس قفل جوالك قفل كيف عطني العلبه هذه اي صادق شوف العلبه موجود بالعربي طيب اي هي العلبه هذه تشبك في ذا اوه كذا كذا احنا طلعنا هذه طيب يلا غلط شوف طيب حبيبي انقلع يلا يا عبد العزيز واضح لا ركبت فيه اوكي خلاص هذه لا تضغط تضغطها هذه الحين خلنا نثبتها هاي خلاص هاي هذه برامه يقولون وش اللي برامه هذا حقت عصاير يا ولد مو بحقت حلا يا ولد انت زاحف برامه احمد قلب هذه تعصر بتدخل فيها الفواكه هنا وتعصرها الله يعصر اذنك لا لا
يا عبد العزيز مو هذه حقت فواكه هذه وش ياسر دف الكرتون هذه تحط فيها فواكه هنا تقشر الفواكه وتعصر الفواكه جوا ياسر دف الكرتون دفها دف دفها ياسر دف الكرتون عشان تغرق حليب واحنا ما خلصنا دف الكرتون يا مسلم يا ولد جيب لنا بالله غير الاشياء هذول يا ولد احمد ما يصلح أنت ما تعرفون أبو سرحان المفروض يشرف عليهم المفروض أبو سرحان والله المفروض أبو سرحان يشرف عليهم هذا المفروض يطرح هذا يطرح هذا يطرح هنا شفت يطرح هذا حق فواكه دقيقة شلتها طيب ها شلنا طيب حاول شلنا اللي زرك حلوة 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 سلام عليك سلام عليك يلا يا عيال خلص عليك ريجي خلص عليك طلع اي يلا احمد خلاص وين اكلتكم خذ حط هذه حط هذه طيب انتم اقسم بالله انكم ما ادري ايش سالفه يا ولد لا خربت الخلطه يا مسلم كذا يلا وين القشطه القشطه عنها وين خلطه بنكهه الفلي مو شغله لا يا عبد المجيد يا عيال اللي بيتابع يتابع عبد المجيد انت كل شيء لازم جنن الله يا عزوز الله يا عزوز ايوه الله يا عزوز انت بس 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 يلا طيب وش باقي شو اسمه ايش باقي عندك ابو دريد ها يا ارتدي حليب حط حليب تدري ايش اللي يعجبك يا عيال تدري ايش اللي يعجبني فيكم تدري ايش اللي يعجبني فيكم انكم يا اخي اخذين من جد الحط الحليب كله لا ممكن يعني يعجبني حماسكم بس الحماس ترى له دور الحمد لله والعصبيه له دور ترى بينكبكب ودري لا 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 كيف انت انت مسوي معصوب عطنا يقول ما يصلح ما يصلح والله مو بزين والله خليك كذا الحين احمد ابرم ابرم شغل هذه شغل حطناها بس كذا يا عيال اي خلاص هذا الشوكولات اللي انتم حاطينها لا لا الشوكولات هذه لمسات فوق الله هذه احد الحركات ايش بك ايش بك شبكته يلا قام شبكته بسم الله الله يستر مش كان غطال يطير يا ويلي دقيقه 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 فيها زر هنا زر احنا دقيقه خلاص وين الزر بسم الله خليني اشبك الحين طبك ما يشبك الله يقطع هذا في غطا في غطا بسم الله شنو ورقه طيب ما يحتاج بسم الله اقول اخر من صح احمد احمد افصل هذه افصل هذه يا ابوي انت شرف انت انت ترى والله والله شلها على فوق دقيقه ليه مندي الحال ليه الحال المصروع اللي حاطن هذه من ما ادري حان ترى هذا المفروض تركب داخل بعد ها طيب دقيقه هذه حقته حقته يلا بسم الله يا ولد انت شايلها كيف هذا ما تشتغل كيف اسكت يا الله خلينا نوش الله يا عز حط الضوء حط الضوء ما اعرف ها تكسرت زد حليب زد والله صدق بالزياده زد تكسر انا ما سويت شيء انا شفت هذه خلطتنا احنا الشيف انت انت اللي اقدر ما عليك منهم ناشفه زود خلاص يا عيال ايش تبي زود طلعت جلكسي والله طلعت جلكسي خلاص طلع لي شوي 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 كذا كذا ايوه خلاص حط الخلطه على جنب لا لا خلطه حطها على جنب
طيب اوكي حط على جنب شوي شوي خلينا الحين كسر هذا مع اللحم يا اخي انت اللي تسوي لحالك انا معك خلاص طيب انت بيني بس انا اقول خليها شوي برطم يا علم ما الحش جواد ما تو يلا حاط يا عيال عيال اوقف ما في انا لا يا ياسر 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 لا لا دقيقه لا 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 كيف تتجاهل ابو دريبي والله ما بابك الحين كيف تتجاهل فكره ابو دريبي ابو دريبي دقيقه هذا لا يا ابو دريبي انت اسكت انت دردي تفرج خليك لحالك لا لا شوف شوف يا عيال خلوا طول عندك فكره يا عيال احنا في بث يا عيال لازم العالم تسمع دقيقه هذه لمسه برطم لمسات لازم ومتى اللمسه حق افصل افصل ابو دريب انسى بس انت بتخليني اوديك ثلاجة هذه لمسه صح انا اعلمك الحين اعلمك انا اعلمك دقيقه هذول يسر مخرجه شوف ياسر جيب يا ناس يا ناس يلوموني برطم شوف 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 الحركه ليش تدري ليش سوى كذا هذه فكره ابو دريب لا هذه فكرة برطم والله فكرة ابو دريب هذه فكرة برطم شفتوا كيف حط والله فكرة اتمنى يا ابو سرحان شايفه من البدايه ابو دريبي الحين ترى ابو دريب الحين يلا شو نسوي الحين بعد ويش اخذت فكرة ابو دريب تصب الحين يعني مخليني انا قايل لكم اتفقوا عشان يضبط الحلقه الله 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 يا الحلا يا جماعه حلو حلو الله يا ابو دريب يا ناس شوفوا كيف ابو دريب يا ناس يا ناس ابو دريب ذا خطير الحين بتحطون بس كذا صح لا صبر لا لا باقي طبقه ثانيه تحطون طبقه ثانيه يعني باقي بتحطون شوكولاته لا 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 لا, لا يا ناس شوفوا ابو دريب كيف يا اخي لا تشغل يا اخي حقي حقي خلاص هذا دوره مالك يلا مالي شغل يلا بس تبني علمك شوف خلطه برطم من تحت كيف لا لا تحرام تغطيها لا على شكل الله. الحلو ذا لا لا اصبر لا لا بتجي الحين بخليه يستانس ابى اشوف الخلطه هنا ما حطيت ملح ليش صار بس بس لا تغلط تغلط في الورشه صبر حبيبي صبر خلاص بس 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 الحين وقت الحديد بس لا ما شط من المدرج طاق لبن طاب دريب وش تحب بالله لحظه يا لحظه يعطيك العافيه يا ابو دريب صراحه انك فنان فكره حلوه وخلطه حلوه من فوق هي لا لا صح صح طريقتي زينه من فوق اي وانزل اللي تحت انت عطى فرصه بس شوف اصبر انت نطف الدرج تنطف الدرج صبر الله يخليك لي طيب انت برطم حبيبي انت تقربوا هنا علشان ما ينتهي بالفرشه ما اذا انت تهم عليك لان احنا اللي اشتغلنا اليوم بنتعب اكيد بنمسح هذه ما يبغى لها بس خلص وخر عنها هلا يا ولد عشان افسمها الا بغصب الرحميه بس انا يعجبني النظافه يا جماعه الخير شوفوا كيف لازم ترى القلبز له دور جا خويس والله ما لها طعم القلبز له دور يا الله يا ابو دريب يا الله يا ابو دريب يا الله بس يا ابو دريب خلاص لا 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 هذا الترتيب ابو دريب يا برطم خلي ابو دريب انت ليه ما تخلي ابو دريب يا اخي انا ما قلت شيء يا ولد خلي ابو دريب ابو دريب استخلص بحب انا عندي ارفع صوتك عشان نفسك عندي فكره هنا وش كسر بسكوت فوق ها كسر بسكوت فوق عشان لا تكسر هذا يا ولد فلك فلاك من جسمك اسمعني اسمعني يلا يلا هذه فكرتك فكرتك انا اقول انها بتجي يا اخي اخذت الافكار كلها والله ما عندي قال غير لا والله لا لا انت حنا نقيم شوي يا اخي رجلك متعب احمد ان تقييم افضل واحد شيف من ايوه ابشر صح ابشر صح انا صوت لابو دريب عطى الثاني اكشن صح عطى الثاني يلا بكم والله مجنون انت اكلت كلت احلى كلك الظاهر يوم يخلص من الثلاجه والله انت ما اكل ممكن تماكل طيب حط كذا نص الجوانب حط والله فكره حلوه يا جماعه الخير فكرة جبارة فكرة جبارة شوفوا جوان جوان مو شغلك انت خلي يا عبد المجيد يعني بتحطون فوقه ولا خلاص؟ لا خلاص صبر صبر كذا خلطة الحين الثانية الا خل في طبق ثاني حلو ترى المكسر مع البيت اوه انكبت حلو كسر زين يا ولد على اي والله كسرت زين خلاص خلاص تعرف ودع زين عطى عم شو بنعق هاي يا اخي متين والله شوفوا 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 كيف برطم يا الله يا برطم يا الله يا الله يا الله عادي يعني برطم تخليه كذا صح؟ ايه الله طيب برطم
والله ودي لا بسيلة والله يا أخي هذه أول مرة تشوفها صار. نعم هذه هذه خلطة. إيش رأيك تزود بسكوت؟ ما في غير ثلاث حبات حرام حطوها كلها. يلا يلا ابشر 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 معي حرام يعني اربع حبات حطوا ابشر ابشر كل ابو والله يا حرام ابو السلطان ايش رايك بالحلا شويه ندقوا ابشر قوه المهم قوه لا يقعد كبار ابشر كل شو شو وزع 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 لا تخلي بالنص وزع بالنص يعجبني اهتمام ابو دريبي في ادق التفاصيل صراحه هو انا في ادق التفاصيل قاعد يهتم شوف كيف شوفه كيف شوفه ممتاز حرك بيدك عشان شوفوا شوف برطم لقى اربع حبات خلاص هذه خلينا نزود حاد الله الله شوف دقه التفاصيل الله يا ابو دريبي يا شيخ تدري ان برطم بدونك يضيع نعم بس مشكلته عشي اسمع برطم من انصار دقيقه شوف 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 عيال شوف نوزع صب حليب صب حليب حليب وين؟ عيال باقي نوتيلا ما حطيته لا 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 نوتيلا سكر سكر مليان شوكولاته مليان كيفكم بس الناس هنا قالوا لو صراحه انا غيرت رايي انا صوت البرطم اوه حليب حليب يقولوا حليب اي لازم لازم طيب. تصب حليب اي انا صوت صب الحين صب الحين قبل الحين وين الحليب طيب الحليب من ابو سلطان الله يجعلك هالمرض هو اخذ الحليب وين؟ الله لا يعطيك عافيه حقي وداك هو انت اخذت ذا ارسلت ما قدرت اسوي الحليب من افلك فلاك وين انا فكيته يا اخوي هذا انا هنا ليش تاخذ يا ابو دريبي انا اشتغل اقسم بالله ما قدرت ناخذ الحليب الحين يا ابو دريبي انا غير رايي انا صوت البرطم برطم يا عيال ما بالك تصويت اسكت جيب الحليب يا ولد عجل والله يلا من زين حلاي والله ما تذوق والله ما خليك تاكل انا عن نفسي حاط نحله في الحليب يا بنت وصل سلطان اكل بالحليب كيف 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 وقف 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 ها يلا كيف ماني ماكل انا ليش ما تاكل في حله حبيب الحليب احترموا عيال اقسم بمن احل القسم ما فيه لا حلبه يا ولد جعلها في ذمتك لا تحل معك ابو سلطان لا تحل اقسم بمن احل القسم ليش اخذت انت ليش اخذت ليش اخذت صدق حطيت بالقهوه قهوة ايش؟ يا الله يديم النعمة المنكة كثرت الحلة شوفوا شوفوا عيال خلنا نرجع عيال بلا توتر عيال اوه 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 يا ناس يلموني وزنت لا معك ياسن ياسن وين اللي فكيت انت؟ عارف لك فاك حقي يا ناس يا ناس شفتوا برطم كيف؟ الناس انت فاك النص لا 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 اخذ النص ما نثرت منه والله ما نثرت يا شيخ تبيني اعلمك ابن عمي انت مبدع بقلبك والله انت مبدع يا ابن عمي شوفوا شوفوا ابو دريبي في ادق التفاصيل احوراك جهدك انه انطيك لايك ادق التفاصيل ادق التفاصيل طاح حتى برا شوف الصناعية ويش؟ صناعية ويش؟ تدرون يا جماعة الخير لو ينجح حلاكم ذا راح يكون بإذن الله ناخذ منكم نطلب منكم طلبيات انا الحمد لله انا تدري وشو؟ ان خلطتنا ما علمنا فيها احد اللي هناك ايه هي اللي شي يسمونها لا لا فل صادق شفتوا شفتوا شو برطم شو يقول ما كشفنا فكرتنا يلا يلا بس وزع 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 الزوار مالك الله اسمع ها والله يا اخي ارفع صوتك يا اخي ارفع صوتك ليش الحين دقيقه شاور شاور انت قلت ايش رايك نحط نوتيلا فوق ليش يوم قلناه قبل شوي انا المتابعين قلنا حطوا نوتيلا تقول لا انا اقول لك ليش ليش عشان يا احمد ايه الطبقه اللي فوق تجي شكلها كده ما ينفع بس لازم حليب لازم او حليب. قشطه 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 حاطين قشطه لازم على النوتيلا عشان تصير سايحه يا عادي شنو المشكله خلط خلط وش قشطه جهز الكف كذا خلط والله انا والله انا اشوف انها كذا جباره شكل. جباره شوفوا يا ناس شوفوا يا ناس شوفوا يا ناس خلاص شوفوا يا ناس قرص هذا خلاص الله عليك الله عليكم الحين تدرون كم بتجلس 15 دقيقه في الفريزر ثلاجه خمسه في الفريزر والله خلاص جيب عطوه والله لا وش نوتيلا اذا بتحط نوتيلا تحط قدام روح جيب وش نوتيلا سلطان عطنا نوتيلا ابو دريبي يقول يبي يحط عطنا نوتيلا عطنا الملعقه عطنا نوتيلا وملعقه جيب قشطه معهم في قشطه اذا في قشطه نستلم تراني طقطق انت عم تشوف نستلم نسينا والله ان هذا الرجل برطم نستلم بدون والله يلا برطم برطم
النستلة لو فتحت باب الثلاجة في نستلة فوق. قطع برا بالسلطان شوف في مطر في ما ولا. يلا يلا بشوف. شو اسوي لك؟ تكسر. عجة. حلو يعني طلع هذه عشان طعم التراب. ايش قصدك؟ احمد الا حلال. ها في مطر. لا ما في. ما في مطر معلمكم انا. هوا بس. الا مطر يا ولد. اوه شوف 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 شوف. روح ابو دريد روح يا مجنون. او كلا وش هو ملح سكر والله العظيم انت طايح من الضغط السكر مليون يا بطل ترى بيوهك ترى بيوهك يا انت قاعد ماشي صح شف حقا لا روح يا ابو دريب روح هذه انكسرت خلاص طلعها برا حتى لا عشان ياكلها لا خلينا ندوق منها معاه يلا لا بس واحد شوفوا يا جماعه الخير الشكل النهائي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن اذا بتشوفون حلا قاعد يمشي كذا شوف هو كذا لان يجمد ليش لان من النوع لا مو بلازم يجمد حلا يكون في كذا لين لين ما شاء الله بس عندي ملاحظه انا عندي ملاحظه واحده بس الاماكن هذه الزايده اللي تحس انها وسخه مرة ترضى وين عشان الناس تصورونها عطنا فاين صادق شوف القفز ما ينفع القفز وينه؟ القفز مليان القفز وين؟ شكل عادي داخل باب دريبي لا اقلبها كذا لا روح حطوها في الثلاجة خليها تجمد هم بيصورون؟ ايه بيصورون بس لا ياخذون الفكرة خلاص تراها ذمة ايه اوه حرام فيني صوروا الحين حلا برطم وبدريبي مضبوط حلا 100% والله ما تلقون مثلي شوف كل يوم يقول بسوي زيه لا تسوون رجاء خاص يلا حط حط الفريزر المفروض ان حلاك نوع من حلاك ذا ما يدخل الثلاجة ليه؟ حرام لا حطه برا لا لا حطه برا ليه؟ خله تربى ابو سلطان اعطي جوالي لا تعطيه جوال لا يصور لا تصور ممنوع لا صاحبي يصور سناب الله يجمر وسلطان هسه فيسبوك ها هسه فيسبوك كيف الحلا يا كبير صراحة يا جماعة الخير أنا حاسدهم أنا حاسته على الخلطة هذه لأنها خلطة خربطة محسودين بالله كيف العيال يا جماعة الخير؟ كيف شفتوا الشباب؟ إمكانياتهم؟ كيف شفتوا إمكانياتهم الشباب؟ امدحوهم لين ياكلون أحلى امدحوهم لين ياكلون أحلى تكفون امدحوهم تكفون كثرت الحلة بالحليب؟ كثرت خالي لا تعلم اسكت احنا عادي بنقول بناك روح انت أحمد بالله لا تخليهم ياكلون يا بطل في ذمتك حاط ايه يا احمد ايش قول؟ انتم صدمتوني يا الحين انا كل اكل ما راح هاي تنظيف هذه شيء قبل رمضان وش علومكم احباني؟ وش الاخبار؟ يلا حيهم كيف الامور؟ شو مسويين؟ كيف اموركم؟ عاد انا بطنيتي الاسبوع ما هي بطيبه مره ما هي بطيبه بطنيه عندي لا تنظيف كيف لعبتن فيني لعب في ناس يقولون احمد سوي حله يا كل حله اللي بيحبها تدرون يا عيال سبحان الله انا ما ادري هل انذكر ان كل شهر ان الواحد لازم يسوي حله في بطنه لا مو كل شهر كل 6 شهور اتوقع كل 6 شهور او سنه ما ادري كاني سمعت سوي حجام حجامه شبيك فيها طيب بنشدكم وش اللي تبونه قلت احبك قلت هلا حمودي كيف حالك؟
هلا النوسة. تدري جبت الاكتئاب يومين ليه؟ اعتزال وما اعتزال، ما عاد بيسمح، ما عاد بيسمح. ما اعتزلت من قال؟ انت عارف من انا؟ ابشر اللي تبي النوسة. شلونك عمر؟ شلونك يا حبيبي؟ اعرفك على الفنان عمر. فنان عمر اعرفك على احد المؤثرين في البرنامج. والله نعم والله عليك زود يا حبيبي. شو اخبارك؟ ابد انا ما تحب يا رب لك الحمد، بشرنا عنك. والله تمام الحمد لله، الله يجعلك في زود. شوف دنك راسه ما ادري ايش عنده. عارف انس وراح اسفل ضيدان، اسفل ضيدان. هلا ودوني. هلا 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 مرحبا. هلا هلا اخبارك احمد رحية؟ هلا ضيدان، هلا وسهلا. شو اخبارك يا اخي؟ شلونك؟ كل زين. مطربين وطبان؟ وين مطرب احمد رحية؟ مطرب ايه يغني. انت وضعك غريب. لا تغني يا احمد. مطرب هذا عنده يا ابو رحية، هذا غني وحيد اللي غيره ما في. شو يغني يعني الدواد مي عفيف الدواد مي. هذا اورنس اورنس حتى وكلهم يعلم. احمد تغني ولا وشو؟ والله علوم السعد علوم. كنت وينكم غايبين يا شيخ؟ لا ممثل ممثل يا عيال. انا موجود ممثل. انت غايب ابو رحيم. انت غايب ابو رحيم. تعال انا شري. قال لي اني اعتزلت. من انا شايف بالتايم لاين في تويتر كاتبين وحده مغرده كاتبين ما نبي نثقل عليه، يمكن فتره راحه. فتره راحه فترة طولها. وانا خش لاحمد. لا لا ظروف ظروف صارت مع الايام وضغط نفسي. ان شاء الله عدت يعني. ان شاء الله الحمد لله الحمد لله على كل. معقول انتم اللي تبثون عندكم ضغط نفسي يا رجال؟ وين ضغط نفسي؟ شوف عمر ما شاء الله بث في كشته. شوفوا جيم وشبك فلوسكم كثير وتطلعون في البث 10000. انا اسهل واحد ينضرب علي مثل في الارض، اسهل مثل يعني. شوف كاش تبث الحمد لله. اهرب لك الحمد. والله بيد امك داعي ليه؟ احمد عندي لك مشروع. نار نار نار. وش وش؟ نبيع زل نفس اللي وراك. والله انا ترى مطلوبه في السوق، لكن من وين نجيبها؟ من الدوله ذيك؟ لا من وين؟ من مصر. وراك ايس كريم يمشي. ايه ايش يعني؟ وين وين؟ اي من نجيبها؟ لا لا الدوله اللي ذكرتها الاولى. وش انا قلت ما بيذكرها ريدان ذكرها. وش وش ريدان؟ احنا مو متزعلين. طيب منين تبينا زين؟ ليه تقولها؟ احنا متزعلين ريدان. اوكي بنزين مثله. مو وين نجيب زل ايراني؟ صادقين صادقين كذابين؟ الا صدق يا حمار. وهذه احلى اغنيه. لا عندهم... لا يا كلب لا 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 خلاص بس اسكت. بعدين انس ها قدام فيك فيني في افياشه ذهبيه خلاص. اي ضيدان ممول المشروع. لا اي سنه مموت مموت المشروع. لا مول مول ما شاء الله عليه. هو الراعي الرسمي. هو الراعي الرسمي. ونروح انا ضيدان ارسل احمد رحيم ايران يجيب زل ويجي استلم. وانا استلمه في الرياض. ليه تجيب زل يا حمار؟ جيب ايرانيين نظفهم هنا وسوي لي زل. اي يصنع زل عندنا. اوكي فكره حلوه صح؟ والله فكره حلوه. لين والله الزل هذا الحين ترند ماسك هبه ونبيع. راتب نعطيه مراتب ايش؟ راتب بس يصرفون السعودية عشان ما يزيد اقتصاد هناك، يزيد اقتصادنا احنا. احنا ترى متاكد يا انس راح يضرب المشروع؟ المشروع والله بيضرب الحين. والله يضرب الزل هذا الاحمر. ينحط وين؟ في الكافيهات، ينحط في البيوت، ينحط تدري حتى في الجدران ينحط. فوشو احنا نجيبه نورده هنا يلا يا عيال. صدق صدق والله يعني في فايده فيه. الزل في فايده لكن نبي نصنعه. طيب نجيب جدات ايش رايك؟ لا تموت بسرعه. لا والله بتموت. ما راح تطول عندنا جده. ايش نبي فيها؟ والله نجيب اللي نطيب كرسي دار يتحرك ودي وقطو مياو. ايوه شهرين ونجيب غيرها. تستهبل انت. اي عادي واجد جدات طفشانات. والله طفشانات خلونا نسهم. بتقلل نسبه الجدات بالبلد. انا اشوف نستشير عمر. عمر انا اشوف نستشير عمر لان احس ان عندي ذوق في الامور هذه. نجيب عمر يغني للجدات.
لا 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 انا ما صباح الخير من لا 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 انا زعلانة على صدام متى يجيبوا شي رضيني انا زعلانة على صدام متى يجيبوا شي رضيني على طار على طار الاغنيه بسالكم الحين سؤال 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 احمد وش الاغنيه اللي تحسها ما راح تموت للابد صلاحيتها للابد شو اسمه اقسم بالله اني يا اخي قبل يومين قبل يومين اقول هذه الاغنيه هذه ما راح تنتهي خذك تكفى مر على ضيدان دقي وتعال ضيدان وشو وش يا ربي وش هلا فهود ايش فيك قم لاعبين الشطرنج من تكفى ضيدان وش لا لا من هو؟ اعرفها شني الو بنت النور الو من انت تدري وش هي انت مخطوف كلم قلبي تولع بالرياض في القسط لا 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 ضيدان وانا احبك بعد وينك ضيدان علوم من رحت وين جيت ابشر جايك ابشر ما غير تاكي فهد الصمان امسك لي اياه عطى العاب سوي شيء تكفى رياض جديد اخبر يلا لا والله رحت قطر صح قطر. يا جماعه دق علي طفل دق علي طفل طفل. طفل 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 يقول انا احبك وانا ابيك والله كثير شكرا والله لين خراب شكرا مع فهد العصيم يقول انا احبك وانا ابيك كم عمره؟ ما ادري بس واضح انه صغير يقول انس انا احب دقن عليك جوال ايه كم رقمك؟ تبي يدقون اكثر ايش فيك انت؟ ايه يا احمد وش الاغنيه؟ يا اخي شوف هذه تعتبر افضل من الاغنيه اللي مستحيل انها تموت لين ما تفنى اللي هي اللي من الاحد لين الاحد كم لها؟ كم لها؟ عنصري كاملها كاملها الشيله كاملها كم سنين كم كاملها ما ادري انت شيلتكم انتم انت اخبر واحنا وش درانا لا اكثر من 8 سنوات وانا مالي اكثر 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 طيب خلاص ضيدان وش الاغنيه اللي ما تحسها ما تموت قدمك المطران يسعد العداس من ذا عمر وش الاغنيه اللي ما راح اشعر بخوف اشعر بخوف انا سارعي تكفون مسكوهم احمد رحيم وضيدان لابس اخضر والله سارعي للمجد والعليا وينك لابس اخضر وناسيها انا ناسيها لا بالله جاب لي اقرب قرطاس مسكوهم اي وعندهم سفره ايران بيجيبون زل بعد هذولي هذا اللي اعطاهم الفكره بيوقفوا في سلمنا ذا اهلا وسهلا وش اهلا وسهلا حكومه ناظر يعني اهلا وسهلا الحكم الأول يا أنس غنى النشيد الوطني لا سارعي للمجد والعليا مجدي لي خالق السماء وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور خطأ 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 وارفع الخفاق أخضر مو الأخضر غلط ما يعرف النشيد الوطني يا ارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين لا مو قد عشت وي بعد قد عشت يعني الحين ما هو بعايش في ذا قد عاش موطني عشت فخر المسلمين عشت فخر هيا شفت عشت فخر المسلمين اوكي انا مصري واستاذن انت يا جماعه فضحتوني يبي يسلمني سلمته ضيدان يا جماعه كان مدرس لغه يا جماعه درس اي درس لغه مستقعد لغه لا هذا الصح هذا الصح هذا مو السعودي العادي ضيدان قاعد يقوم بواجبه بس ونعم والله ونعم ما كنت يا ضيدان قلت طن طرن كنت بقولها استنقاص مستحيل يا سلام حتى المدرسة اللي يقولها جنبي اقرصه وعلم الاستاذ عليه اقول ترى هو اللي قال طنطرن الله عليك يا ضيدان بهذه المناسبه الله يعطيكم الصحه والعافيه احمد ضيدان عموري اللهم اهلا وسهلا وياكم مساء الخير يا ربع وطنيتي وصحه الله يسلمك الله يقطع انت يا ضيدان وانس انت سعد وين يا جماعه الخير سعد بالله ابي سعد الشهري سعد الشهري قل احمد بيك يا الحلا شوي باقي له نص ساعه كم باقي على الحلا نص ساعه حط
سعد ايش قاعد يسوي؟ يعني ارسل لي سعدية عندي رمضان هنجاوي من شو اسمه. جاهزين شباب؟ اوه نزل جوال يلا يلا وش يشغلهم يا جماعة الخير استفتاح للحلال هذا الملعق حطه في صحن واحد كذا تعالوا يا شباب تعالوا شباب تعالوا ذوق الحين عطرق قهوة اه قطع هذه ملعقة ثانية ودنا في الملعقة اسمع خلاص امسك لا انا بنقطع نحطه في مربعات اليوم انت على اساس انه بينقطع ترى ينقطع ينقطع السكين طيب ولا ما في سكين يرجع بدون سكين مانيلته آه. جاهزين يا شباب اوه شوفوا 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 اوف اوف دقيقه اربع 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 هذا البسكوت ما في انا في شوف البسكوت من حالاته من حالاته تشوف البسكوت باقي والله ما في اللي ما اللي يبي له كل الحال يا عيال البسكوت عال هنا عطنا هذا تبي بسكوت ولا نوتيلا يا الله يا عزوز عزوز عيال خلوا العيال عليكم من الاكل كمان انتم تعال ابو دريبي هو حلو حلو صح عطله بالله معك شوفوا الشباب مستمتعين مو حلو امانه والله مو حلو ها والله مو حلو والله مو حلو لا تحلب بالله ترى انا اخر والله مو حلو يا ناس انا اشوف انه حلو مو حلو اقول صدق صدق حتى شوف نقد عليك ترى نقد عليك ابو دريب نقد عليك نقد حلو لا نقد لا مو بحلو اهلك من دول نقد عليك ابو دريب صراحه في طعم احراق في طعم مدري ايش لا احراق والله انك مصدق والله ما في والله ما في ايام صدقكم حلو والله كذا ابو دريب تعني تعني في طعم فلين فيه مدري وش لا 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 وي تشوف انت عليكم اكلوا يا عيال اكلوا استمتعوا مستمتعين قربوا دريب يا اخي انا ما احب الحليب وعن احب الحلب يا سلام والله العظيم انه مجنون والله ايدي من النعمه بالعافيه والله يا عزيز الله يعافيك والله ما يعني الحلا زين مجنون بطني فهد ها طيب انتم تقولون انه بطني زين نقمه تقولون انه الحلا زين اكلوا الصحن كامل لا ترى مو ب سكريات مجنون انت طيب يرتفع معك السكر بعدين اي حلا هاكل اكثر من صحن اجل مو شغل بطني ولا بطني اللي مصلح الحلا اللي يسالون يا جماعه الخير برطم وبدريبي حلا خطير جدا اكل لك ابو عبيد ابو عبيد اكل لك خرابي حلوه كنت انت خلص صحنك الحين معك صحن باكل لا يا حبيبي لين تخلص صحنك واكل لا حبيبي وين رايح قهوه اي عطني قهوة بعد اوه محق هوا بعد لازم يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس هذا ولد عمي والله خلطة مجنون هذا ولد عمي هذا ولد عمي ايش كيف ياكل كيوت سيحت في الاكلة كيوت لازم عطني قهوة يا ولد يا عيال ميت هذه قهوة شكرا استفتاحية الى الحلا قربوا يا شباب قرب هذا بيسوي لكم حبلة علشان الحلا جديد
يموت. شوفوا كيف قاعد ياك. عيال يقول العاب لازم العب. شيء بسيط ان شاء الله وانتم شباب شباب انا اسف انا تسامحوني الفلين شفت الفلين فكرتوا يا عيال الفلين الابيض مطحون داخل يعني ترى ما بتموت قبل يومك كله فلين فلين يا مجنون فلين الله يوفقك ويلعنك الله يلعنك يا احمد صد صد احمد صد الله يلعنك هذا الصامل هذا يا اخي انا كنت شايف انه ممكن يسوي والله حسب في خله الحمد لله على كل حال ابو دريب يجعلك والله بالعافيه ابو دريب الله يعافيك تعلم الله بالعافيه ابو دريب تعلم والله ما هبيط العافيه ابو دريب الحمد لله يعني ابو دريب رجل قسم بالله عظيم قاعد ياكل الفلين والامور بسيطه دريب استوى والله من الفلين يا رجل لو ان يصرفوا خلاص خلاص هذا تبدي قوية أنت تبدي قوية أنا أعرف أبو دريبي أنا أعرف أبو دريبي أنا أعرف أعرف أنا أعرف أبو دريبي أعرف أبو دريبي يا جماعة الخير كيف طعم الفلين يقولون لذيذ لذيذ ما خرب الحلا خرب الحلا بس عينته برطم على الحمام يهاوي ايش يعني الفلين خرب الحلو شوف تركيبه وتعب وشغل كويس الحلو بس انا ضيعه شوي انت هبطت لا ما هبطت انا ضيعه شوي سبع لقمات ورا بعض لازم اريح شوي خلنا نريح شوي يا اخي تدري ايش مشكلتك انك تكابر ورب الكعبة ما كبر اقسم بالله ما احس بيه ورب الكعبة انك في الغداء يا ابو يا ناس برطم لكن تني شوف هاي برطم برطم انا وياك بكره مصروفين في سواق المزرعه حاطين فينا طماطم برطم مشيتك مختلف اشتخل برطم اشتخل مشيتك هنفس يا رجال اقرا النفس انقطع اي والله نحس النفس جا شيء عاد ايه وسوست برطم تعال بالله اوصف لنا الطعم كيف تعال انا اشوف فيه حاجه بس ما ادري شني في طعم تقول ما ينوصف لا يعني مثلا وش يا اخي ما ادري هل سفنج والله سفنج والله مو كذا بسكوت انا اكسر واكل سفنج يعني من يوم في الثلاجة معقولة ما يبس ما حسيت بس فنجي إلا بعد سبع لقمات طيب
ما ادري يا اخي ما ادري قلت له الحين احنا شو اسمه نستله مو بنستله لا ها تحصل تحصل برضه ما ادري واجده في الليل ايش اسمه واجده في الليل لا صدق بسيطه يا ابن عمي خليني اي واحد كيف شكله ها ابني كيف شكله نفس السفنج انا فاهم شكله والله ما اجرب الحلو تقطعوني والله ما اكله خسيس ما تبي باكل عشان بعدين ابى اعلمك مشكلتكم وش اول حاجه عندكم اشكاليات كبيره حطوا لكم شوفون بعلمكم اني شيف يعني حطوا طبقتين بسكوت انا قلت له قال له الله قال له الله طبقتين بسكوت زين الحليب قلنا يلا انتم انت صبيته كذا على طول عشان الوقت ما في مشكله الحاجه الثانيه الخلطه اللي انت تحطها الخلطه اللي تقبل شوي يا اخي جيب مثلا فول سوداني جيب نستله قشطه وحط شويه شكنه انت حاطين نستله يا ولد ثقيله ثقيله يا ولد ثقيله يا ولد انا وجعني قيلونه ما ذقتها كلش قال لي تحطين اطعم طيب ها اطعم والله حلو يا رجال اطعم قسم يا اخي لما ترى اعلمكم انا حطيت وش احس انا ايه احس خربشه هنا ايش خربشه اي هنا عرفت الفلين يطير طيب تبغى نوريكم الفلين وين تبغى تصوره والله يلا انت صادق اي والله كبر هذه اقل شوي وين حاطها حطيتها بالخلاط ومبرشت راحت كلها مع الخلطه ايه انا شو الخلطه ثقيله بس اي لقمه عندك ولا ما ادري هي اي لقمه كلها صبت الخلطه ثقيله صح اي والله ثقلتها يا قلبي عز الله انها طيبين ان شاء الله الحين كل ما تشرب شيء الفلين يزود اي والله اي والله يا ترى انك تطير قابل الزراعه ترى بالبطن لا والله تطير يا ابن عمي تطير يا ابن عمي معليش يبالها والله حله نفض بطنك عادي يبالك والله حله وترى سبحان الله معليش على هاي كان يمكن يقل ادبي شوي بس في شيء عزوز خليك معي يا عزوز وش تعال كذا اضرار الفلين اضرار الفلين انا اخذت عنها دراسه اخذت عنها دراسه يمكن يقل ادبي شوي بس الناس ان شاء الله يعني فاهمين ايش مقصدي كيف اضرار الفلين اذا الواحد اكل من الفلين يقول سبحان الله يعني شفيح شيء عالقني الله يعني لا 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 والله ظني وسوس طيب ها شايف. اسمع اسمع الفلين الحين خفيف صح؟ ايه يعني الفلين ما يقدر يتمالك يعني مثلا شوف الحين هذه تعتبر غازات صح؟ طيب يعني لو طاحت وحده تلحقها الثانيه ايه ما يعني اسمع هذه تعتبر مثل الغازات ايه زين الفلين يطيح من عمره كذا ما يستطيع انه ايش؟ ما يستطيع الفلين يمسك الـ 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 الكرة الصغيرة هذه طيب زي الغازات هذه فهمت علي؟ يقول سبحان الله إيه هذه الغازات البطل يقول واحد لو رقد ايوه يتحول الى هواء سريع الاندفاع انطلاق سريع وصاء هذا بندق هذه ما عاد ليه يا ابوي سلامات والله هذا ياكل بعد الحين والله الحين تنبرش شوي بوم 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 ورا بعض الله يلعن الشيطان خلاص يا مسلم لا تاكل احنا فاضيين نسحبك الحين بطني ولا بطنك لا الحين لقيت انا تدري شنو؟ جح جح طلع دي من راسك قسما بالله نصاد انا زيد اكلت نص ريال والدكتور اعطاني قال لي يا اخي جح خل حله خل حله والله العظيم صادق عزوز اخذت ايش؟ ابن حلال كنت حاط القرش الظاهر مدري نص ريال وين ورع؟ ايه وابوي راكب عليه سلم يشتغل اللمبه وانا قاعد كذا ماسك السلم وقاعد وانا بلع طيب راح في بطنه وانت كم عمرك وقتها؟ والله اني ما ادري كم عمري طيب شلون طلع؟ ابتدائي وشلون طلع على؟ شلون طلع؟ وداني الطواري اذكر وداني الطواري واذكر الدكتور يوم يقول شو اسمه لا اله الا الله اعطوه جح طيب نصف الاكل يجينا جح يجينا مستانس جاك جح والله ضربنا بالجح وعقبه ما عاد شفته نص ما عاد ادري ما تدري هو موجود باقي ولا والله ما ندري هو باقي ولا مش يا والله لو هو يمكن توالد هنا في بطني والله علم صدق وراح الحمد لله عادك صدق راسي صدق احنا بين الرياض الحين صدق عزوز والله مشكله ايش والله عزوز الله ينسى ليه لا والله بتسدد القنوات عندك الحين القنوات وش في قنوات في البطن والله العديد
تدش حقي يا رمسا. انا عليك في اليوم تنظر كرم الله ان شاء الله تطبخ تركب تحرك تحب يحتاج تسوون كبسه. لا لا صدق صدق جدول رمضان وين ثاني ورق بعد قولوا لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. طيب اسمعوا اسمعوا جدول رمضان يا عيال كل يوم لا كسب كل يوم يعني سحور على واحد اوكي كل ما سحور لا تكفى طالك خلف فطور فطور والله ما الواحد صدق الفطور بناخذه نجهزه قل الله الفطور نجهزه طيب نجهزه نفرزن عادي نحمس وناكله ما هو مشكلة بس السحور يا ولد ترى مغامرة وشان هي؟ أجل خلاص خلي السحور تجي الساعة كم؟ الساعة 12 لا السحور ليس هو السحور تكفى لا الساعة 12 عشان صار فيه لخبطة يا ولد ما أنا ريقي ما يطلع فوق وراي أحمد بالله يعلمه الشيء الثاني ها؟ أسمع 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 دقيقة أسمع أسمع تدري عزوز اللي يعلمك من؟ إيه؟ يقول مثلا اليوم دور عزوز طب يقولوا لك زي عزوز طيب زي إنه يبرطم صينية بطاطس صينية بطاطس احنا يلا زينا الكبسة صينية بطاطس صينية بطاطس يا ولد ما تعرف ما تعرف لا اعرف اسمع رمضان ما في مشكلة ايه دقيقة في رمضان ما في مشكلة احنا موافقين موافقين يختارون بس لا لازم كل اثنين مع بعض لا اثنين واحد انا والله ما ظهر مع مريض اكتب لا لا اثنين هم يقولون لك لا كل واحد بالحالة صحيح هم يعلمونك عاد بكيفك هم يعلمونك زين وانت بكيف خلاص حدد ثلاث اكلات ما ابي احدد ثلاث اكلات هم مزاجهم ما يعني ثلاث اكلات وحده ايه ما عليك لا لا هم يختارون وحده تحط مثلا كبسه نواشف نواشف ايه سعور يقولون يا عزوز يبون توست دجاج توست دجاج؟ اي حطوه في الفر يجي شكل اهم شيء يقول الشكل مربع توست توست مربع توست مربع صح يقولون هم توست برجر لا توست برجر ما في توست برجر في في بطريبي توست شورما عرقت بدريبي عرقت تسدد القنوات عليكم انا معلمكم القنوات تسددت الحين الدنيا فوق فوق خليك اهم شيء لا احد يرقد عند ابو سلطان الليله ابو سلطان لا احد يرقد عنده الله ابو سلطان الله اذن في ذمتكم لا اذن خمس و 24 اذن خمس هذا نص ساعه هذا وش حق السحور؟ حق السحور تذكيري تذكيري جاب الله يا ولد انا ما عاد اقدر اربع من العريج طيب وش صيدليه انا قم يا ولد قسما بالله العظيم صح راح اخذها جاي هنا حاجه اي خلاص خلاص الله راح ابن عمي قبل ما الله يلعنك هلا استغفر الله يا رب استغفر الله لا ان شاء الله يطول عمره ان شاء الله استغفر الله قبل شعري برطم تدرون والله العظيم اكبر موسوس في الارض وفي الحياه كلها برطم يوسوس من اتفه شيء والله ما في يوسوس كذا ذلك يا اخي ابن ادم ترى ما قلبه ما من قلب ايش ابن ادم قلبه مو من قلب لا يغرك الشكل احمد هذا وسوس زين يقول ريقي نشف ما اكل شيء انت عشان ريقي لا لا يعني انا اكل وانت مرض خلاص بطل يا حباني استودعكم الله الذي لا تضيع وداع ان شاء الله ونشوفكم باذن الله في حلقه اخرى باذن الله خلوكم معانا من قريب يلا يا حباني نشوفكم على خير والله بنقفل يا حبان ما أنا بنخرب نومنا والله ما زالت أمورنا وزالت دعوينا الله طال عماركم يوم يوم نمنا زين نصلي ونرقد ونقوم الظهر خلونا نشوفكم إن شاء الله لا 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 بقف 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 يلا يجعلني والله ما عدمكم جميعا I love you. إيش تقول عزوز قبل؟ Enjoy. 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 مع السلامة. يلا شكرا للجميع شكرا بيض الله يجيكم كلكم. لا يعرف. استمتع.